يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة من ترندز، هنتكلم فيها عن كل الأخبار اللي شغلت بالكم خلال الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، حلقة ترندز، بفقرة ترندز أوف ذا ويك واللي هيكون معانا فيها. نجوم الوطن العربي وضحايا الزلزال. معجزة إلهية في تركيا. ليوناردو دي كابريو يتعرض للانتقاد من جمهوره. مسلسل يو يشعل مواقع التواصل. لسه زلزال تركيا وسوريا متصدر الترند على السوشيال ميديا، ده طبعا بعد الارتفاع الكبير في أرقام الضحايا. لكن كان من أهم الحاجات اللي اتكلم عنها الناس على السوشيال ميديا كان الدور اللي قام بيه كتير من الفنانين والشخصيات العامة لمساعدة أهالي سوريا وتركيا. يعني شفنا مثلا صفحة ماكسيم خليل واللي اتحولت لصفحة لجمع التبرعات للضحايا، كمان شفت فنانين بينزلوا بنفسهم للمواقع المتضررة بالزلزال زي تامر حسني اللي تعاون مع الهلال الأحمر ونزل وساعد الشباب في جمع المساعدات، وغيرهم الحقيقة كتير من الفنانين. على سبيل المثال باسل خياط، باسل ياخور، شفناهم كمان بيجمعوا الحاجات بنفسهم. حتى فايز المالكي اللي كان مع الطيارة اللي بتوصل المعونات. غير كده كمان شفنا فنانين كتير زي أصالة، مريم فارس، شفنا المطرب رابح صقر اللي بيبحث عن طفلة رضيعة من ضحايا الزلزال عشان يتبناها. كمان نجوم الكورة كان ليهم مشاركات إنسانية كتير، مثلا شارك رونالدو في مبادرة لاعب تركي وقدرت الحملة انها تجمع 5 مليون ليرة لصالح المتضررين. ما شاء الله تبارك الله، هذه الطائرات السعودية كل ساعة ساعتين طائرة سعودية إغاثات الإخوان السوريين. ترب لك الحمد لله، هذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هذا اللي شايفينها قدامكم تكفي عائلة كاملة من أكل ومن شرب ومن خيمة ومن ملابس ومن كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية، الحمد لله على السلامة، الله يبيض وجيهكم، ما شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم من شويه تقريبا السوشيال ميديا الاسبوع ده ملهاش اي كلام تقريبا غير على الزلزال وضحايا الزلزال، عشان كده كان في فيديو انتشر بقوه على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت وحقق ملايين المشاهدات، لانه الفيديو ده حقيقه باختصار بيعبر عن معجزه الهيه بكل المقاييس. انا مش هتكلم عن الفيديو، خلينا نروح نشوف الفيديو وبعدين نرجع نتكلم مع حضراتكم عليه. Bebek hareketsiz yatıyor ya. Hangisinden ses geliyor? Elçin. Gözükmüyor, hareket eden yok. Belki ediyordur oğlum. Tamam. Kaldın mı kavurdu? Elçin abi sanırım aldığını kavurdum abi. Olur. Geldi. Geldi. Hay maşallah. Adam be. Adam. زي ما تابعنا كده مع حضراتكم في الفيديو، فرق الإنقاذ التركية قدرت إنها تنقذ رضيع من تحت الأنقاض. طفل رضيع ده اسمه حمزة، طلع حي بعد حوالي 5 أيام. طبعا دي معجزة بكل المقاييس من ربنا سبحانه وتعالى، إنه الطفل يفضل عايش طول الفترة دي في البرد ده من غير مية ومن غير أكل في وسط الركام ده، أكيد يعني معجزة بكل المقاييس. وده كان السبب اللي خلى الناس تتفاعل جدا مع الفيديو اللي كان في منطقة أنطاكيا تابعة لمدينة هاتاي. وفرق الإنقاذ كمان قالت أنه حمزة عمره 7 شهور وقعد تحت الأنقاض حوالي 140 ساعة وتم تسليمه الإسعاف بعد كده، بس مفيش بعدها بقى أي معلومات اتذكرت خالص عن أهله، هل هم لسه عايشين ولا فقدوا تحت الأنقاض. أما بالنسبة للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، هو واحد من الفنانين اللي أخبارهم دايماً بتتصدر السوشيال ميديا خصوصاً أخبارهم الشخصية. ليوناردو دي كابريو تعرض الأسبوع ده لموجة كبيرة من الانتقادات من جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وده بسبب علاقته العاطفية الجديدة واللي بتربطه بعارضة الأزياء الشابة إيدن بولاني. ده ممكن يخلي حد يسأل نفسه، يعني هل في مشكلة لما ليوناردو دي كابريو يرتبط
مشكلة هنا ان جمهور ليوناردو دي كابريو على السوشيال ميديا وخصوصا على تويتر شايفين ان عمره 48 سنة، لكن ايدن عمرها 19 سنة بس. وبالرغم من ان مقربين من ليوناردو طلعوا ونفوا انه اصلا يكون في علاقة بينهم، الا ان الجمهور على السوشيال ميديا بدأ بقى ينشر صور كتير ليهم مع بعض، وكتبوا كمان كتير جدا من الكومنتس على صفحة ليوناردو دي كابريو بيعلنوا فيها عن رفضهم للعلاقة دي وبيسخروا كمان منها. من بعدها بدأت تظهر صور كتير ليهم مع بعض. هل بقى ده حق ليوناردو او حق اي انسان مشهور ان هو يحب اي شخص ايا كان فرق العمر؟ لكن جمهور السوشيال ميديا واضح انه ليه رأي تاني. كلنا عارفين ان الحب شيء جميل جدا ولطيف وليه جوانب كتير قوي مبهرة، ودايما انطباعنا عن اي مسلسل بيقدم قصة حب انه بيكون حاجة رومانسية وحاجة حالمة كده زي ما بنقول. لكن بقى المسلسل المتصدر الترند الاسبوع ده بيقدم نوع مختلف من الحب، حب كده كله جرائم، قتل، تعقب، قصة كده كبيرة. اكيد عرفتوا انا بتكلم عن مسلسل ايه. بتكلم طبعا عن مسلسل يو اللي قدر انه يكون محور كلام يعني ناس كتير جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وقدر الهاشتاج الخاص بالمسلسل انه يتصدر الترند بعد صدور بارت 1 من الجزء الرابع من ايام. كمان صدر حلقات من بارت 5 والمفروض هينزل بارت 2 اول شهر مارس اللي جاي، وهيبقى مكون كمان من 5 حلقات. المسلسل من بطوله بان باتشلي اللي بيقوم بدور جو، وهو قاتل متسلسل وبيقوم بعمليات القتل دي بهدف انه يوصل للانسان اللي بيحبها. من اكتر الحاجات بقى كمان الخاصه بالمسلسل اللي تصدرت الترند هي بان، تصريح بان باتشلي اللي قال انه رفض يعمل بعض المشاهد الجريئة في الجزء الرابع احتراما لمشاعر زوجته اللي بتضايق من النوع ده من المشاهد. طبعا التصريح ده يعني نال اعجاب كتير جدا من جمهوره، خاصة اكيد الستات. وطبعا اهم سؤال الجمهور طرحه على السوشيال ميديا كان هو هل الماضي الاجرامي لجو هيطرده في الجزء الجديد ولا هيقدر يبدأ حياة جديدة بشكل مختلف. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week. We'll be right back.